بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اختلف الزوجان، الزوج والزوجة، في مقدار المهر، كأن ادعت هي أن المهر 10,000 وادعى أن المهر 5,000، فإن القول قول من يدعي منهما مهر المثل، مهر مثلها مع يمينه. نعم. لأن مهر المثل هو العدل، فالذي يدعيه يدعي العدل، والذي يدعي أنقص منه أو أكثر يكون مخالفا للعدل. نعم. لكن يحلف قوله مع يمينه، يحلف. نعم. نعم. يلزمه اليمين لأنه منكر لقول الآخر، واليمين على من أنكر. نعم. نعم. وإن أنه إذا اختلف في قبض الصداق، قبض الصداق، فالزوج يقول أنا أقبضتك إياه، وهي تنكر قبضه، هي تنكر قبضه، القول قولها قبل الدخول وبعده، لأن الأصل عدم القبض، وهي منكرة، الأصل عدم القبض، فالقول قولها إلا أن يقيم بينة أنه أقبضه إياها. نعم. عشرة النساء، العشرة ما يكون بين الزوجين من الوفاق والوئام والاستمتاع بعضهما ببعض، والعشرة هي المقصودة من النكاح. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فالعشرة هي المقصودة من النكاح بين الزوجين، فيجب على كل واحد من الزوجين نحو الآخر أن يبذل له حقه، فالمرأة تبذل نفسها وتسلم نفسها للزوج وتجيبه إذا طلبها لفراشه غير متكرهة لذلك، وهو أيضا يقوم بالإنفاق عليها والمبيت عندها والقيام بما تحتاج إليه من كسوة ومسكن، كل منهما يقوم بما يجب عليه نحو الآخر، هذه هي العشرة. نعم. العشرة بالمعروف، عاشرهن بالمعروف يعني المتعارف، المتعارف في المجتمع الذي يعيشان فيه. نعم.
نعم. ويجب عليه أداء حق الواجب له إليه من غير مؤمن ولا إقرار كراهة بذله. نعم، يجب على كل من الزوجين أداء الحق الواجب عليه للآخر من غير كراهة ومن غير مماطلة، لأن هذا هو مقتضى العقد الذي بينهما. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. وكلمة عاشروهن، المعاشرة تقتضي المبادلة من الطرفين، كل واحد منهما يعاشر الآخر. نعم. لأنه من المعاشرات بالمعروف. نعم. مسألة وحقه عليها تسليم نفسها إليه، فلا تجلس عند أهلها أو عند وليها أو في بيتها، فيجب أن تسلم نفسها إليه في بيته وفي مسكنه. هذا مقتضى الزوجية. نعم. الشيء الثاني مما يجب عليها طاعته بالاستمتاع إذا طلبها للاستمتاع، لأن هذا هو المقصود من الزواج، ما لم يكن عذر من حيض أو نفاس أو مرض يمنعها من ذلك. إذا كان لها عذر فلها أن تمتنع. نعم. لأن المقصود من النكاح الاستمتاع فلا يصل إلا بالتسليم. نعم. إذا كان لها عذر من حيض أو نفاس فإنه يجب عليها أن يصبر، لأن هذا عذر شرعي. نعم. فإذا فعلت ذلك يعني استكملت نفسها فلها عليه قدر كفايتها للنفقة والكسوة والمسكن. هذا الذي يجب عليها، أن تسلم نفسها وأن تطيعه إذا طلبها للاستمتاع. وأما الذي يجب عليه هو فالنفقة عليها وإسكانها وكسوتها والمبيت عندها، كل هذا مما يجب على الزوج لزوجته. نعم. نعم. بما جرت به عادة أمثالها، لها المسكن ولها النفقة ولها الكسوة حسب أمثالها، كانت غنية فلها نفقة الغنية وكسوة الغنية ومسكن الغنية، وإن كانت فقيرة فلها ما يليق بالفقيرة ولا تطالب بحق الغنية، وإن كانت متوسطة فلها المتوسط، لأن الله أوجب ذلك بالمعروف، والمعروف يكون لكل أحد بحسبه. نعم. والأصل في وجوب النفقة قوله سبحانه: يُنْفِقُ ساعة من ساعته وَقُدُرْ عليه رزقه فليُنْفِقْ مما آتاه الله رزقه وَقُدُرْ عليه رزقه فليُنْفِقْ مما آتاه الله. لينفق ذو ساعة من ساعته، الغني ينفق نفقة غني، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه ينفق مما آتاه الله نفقة فقير، لا يكلف أنه ينفق نفقة غني وهو فقير، وكذلك لا يكفي منه أنه ينفق نفقة فقير وهو غني. نعم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن أوانه لكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف.
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقال حديث صحيح. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني محبوسات، العاني هو المحبوس، عوان عندكم. فأوصى بهن بالإنفاق بالمعروف والكسوة بالمعروف، فدل على وجوب ذلك على الأزواج وأن هذا حق عليهم. نعم. نعم. وقال عليه السلام: وقال عليه السلام لبنت: خذي ما يشفيك لوالدك بالمعروف. حين قالت له: إنما أتيان قبل شهير وليس يخشيني من نفقة ما يخشيني والدي. متفق عليه. لما جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه مما تلقى من أبي سفيان، قالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل على أن هذا حقا لها، إن بذله بطيب نفس الحمد لله، وإن لم يبذله وتمكنت من ماله فإنها تأخذ قدر حقها بالمعروف، ولا تأخذ أكثر من المعروف الذي جرت به العادة. نعم. أجمع العلماء، يعني قصد الشارح أن يستدل على وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والإجماع أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها. نعم. فإذا نفقة الزوجة ثابتة بهذه الأدلة الثلاثة. نعم. وقال الله سبحانه: وعلموا أنه نسوهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف قدر كفاية، وقدر كفاية غير مقدر. هذه الآية: وعلى المولود له رزقهن، هذه نفقة المرتضع. المرأة التي ترضع الطفل تكون نفقتها على والد الطفل، نفقة المرضعة على والد الطفل سواء كانت أمه أو غيره. فإذا كان هذا واجبا على الأب لابنه الرضيع فالزوجة من باب أولى. نعم. والمعروف قدر الكفاية، وقدر الكفاية غير مقدر يرجع فيه لاجتهاد الحاكم. يعني أن الله حدد نفقة الزوجة بالمعروف ونفقة الرضيع بالمعروف، وهو العرف. المعروف المراد به العرف متعارف عند الناس في البلد، لأن هذا هو العدل. فالقاضي يسأل أهل الخبرة عن مقدار نفقة البلد المستعملة في البلد ويقدر مثلها، لأن هذا ليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم للزوجة ولا ظلم للزوج. نعم. نعم. ويعتبر بحال الزوجين، ويعتبر صار الزوج ما يسال، لقوله سبحانه: يمحو سعة من سعته ومن قدر عليه نصفه من يوم مما أتاه الله. وقدر رؤيا، قال سبحانه: الله يقتل نصف من يشاء ويقتل، أي وصف النصف على من يشاء ويقتل من يقتل على من يشاء.
ثم قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ويعتبر حال المرأة بقوله عليه السلام للبنت خذي ما يكفيك وهذه بالمعروف. فيعرف الحاكم في المصيبة تحت الموصف قدر كفايتها من اربع خبز البلد الذي ياكله امثالها كالشراري والقدر ومن اربع الاذن من اللحم والارز والدرب على خلاف انواعه في بلدانه السمن في موضع والزيت في اخر والشحم في غيره والشيعر في موضع. يعتبر الحاكم حال الزوجين، والزوجان لا يخلوان من أربع حالات. الأولى أن يكونا موسرين، الزوج موسر والزوجة موسرة، فتعتبر النفقة من نفقة الأغنياء في البلد ما جرت عادة الأغنياء في البلد. الحالة الثانية أن يكون الزوجان معسرين كلاهما فقير الزوج والزوجة، فلها نفقة الفقراء في البلد. الحالة الثالثة أن يكون الزوج موسرا والزوجة فقيرة. والرابعة العكس، أن تكون الزوجة غنية والزوج فقير. في هاتين الحالتين المتوسط يفرض لها المتوسط في البلد بين نفقة الأغنياء ونفقة الفقراء المتوسط. هذا هو العدل. نعم. مسألة وتجب نسبتها في دمائهم لما سبق من النصوص، ولأنها لا بد لها منها على الدوام فلزمته فالنفقة فيجب كفايتها منها، وليس فيه تقرير من الشرع فذلك النفقة آه ولها الكسوة. الشيء الثاني الكسوة، تجب كسوتها على الزوج أيضا، لأن الكسوة من الضروريات. والكسوة تنقسم إلى قسمين، كسوة الصيف وكسوة الشتاء. فيفرض عليه الحاكم بقدر حال الزوجين كما سبق، يسارا وإعسارا وتوسطا من الكسوة الشتوية والكسوة الصيفية. تسلم لها كسوة الصيف في أول الصيف، كسوة الشتاء في أول الشتاء. وإذا بليت ليس عليه استبدالها، ما عليه إلا مرة واحدة للشتاء ومرة واحدة للصيف. كونها هي تسرف وتخرب ثيابها طالب الزوج، لا، مع الزوج ما يلزمه إلا مرتين، واحدة للشتاء وواحدة للصيف. وهي عليها أنها تدبر كسوتها، ما تسرف فيها تضيعها مثل ما تفعل النساء اليوم في الملابس، هذا إسراف ومحرم وإضاعة للمال. نعم. يجب لها قدر كفايتها على قدر حالها الموسرة تحت الموسر من أربع ريال البلد من والإبريسين بريسم والإبريسم وأقله قميص وسراويل ورواية ومقنعة ومداس ورفة للشتاء. نعم. ويزيد بها الاحتياط ما جرت الحالة بلبسه مما لا بد عنه دون ما تتجمل به وتتزين بنفسه. والأخذ قوله سبحانه وعلمه بها رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والكسوة بالمعروف هي التي جرت عادتها وعادة أمثالها بنفسه. نعم. أصل ويحلو للمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، ما بين نفقة الغني ونفقة الفقير على حسب عادة أمثالها على ما يراه الحاكم. نعم. فصل. وأما المسكن فحكمه حكم النفقة والكسوة على ما سبق. الثالث المسكن، يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته المسكن اللائق بحالهما غنيين أو فقيرين أو متوسطين، مسكن لائق بحالهما، هذا واجب عليه للزوجة. نعم.
فصل. وأما المسكن فحكمه حكم النفقة والكسوة على ما سبق. فأما المقيرة تحت الفقير فيأخذ ناقة كفايتها من أدنى خبز البلد ومن أدنى غلوه مثل أملاق الماء والعدس والحمص والخشب والخل والبقر وما تحتاج إليه من هذه أشياء عندهم في ذاك الوقت وفي كل وقت بحسبه. ما هو بلازم أن يجيب لها باقلة الآن ويجيب لها كامخ ويجيب لها ما أدري إيش. هذا كان في وقت المؤلف والأوقات تختلف. الله جل وعلا يقول بالمعروف، وكلمة بالمعروف تصلح مع كل زمان ومكان حسب المعروف. نعم، معروف في المجتمع. نعم، لكن المؤلف يقصد التمثيل في وقته. نعم. وما تحتاج إليه من الدهن كالزيت ونحوه، وما تحتاج إليه من الكسوة من أغلق القطن والكتان، وما تحتاج إليه النوم والجلوس مما جرت عادة أمثالها به، فالكساء الخشن والحصير الخشن ونحوه على حسب ما يراه الحاكم. نعم، هذا لغير الغنيين. الغنيين لابد من ما يصلح للأغنياء، أما الفقيرين والمتوسطين فمن المتوسط. نعم. فإن على ذلك أو بعض وقبلت له على المال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف لحديثهم فقد سبق. إذا بذل لها ما يجب لها حصل المقصود، وإن لم يبذل لها وظفرت بماله فإنها تأخذ حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن لم تقدر له على مال فإنها ترفع أمره إلى الحاكم والحاكم يتدخل. نعم. مسألة، فإن لم تقدر على أخذ بعصمته أو منعها واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، بقوله سبحانه إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. أين امتنع من الإنفاق فلها أن تطلب الفراق منه، لأن في بقائها من غير نفقة ضررا عليها، فإما أن يقوم بالواجب من النفقة وإلا فإنه يفارق، لأن في إمساكه لها من غير نفقة ضررا عليها. نعم. وقد تعذر الإمساك بالمعروف فتعين التسريح بالإحسان. قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسك بالمعروف وإما أن يسرح، لأن في بقائها من غير نفقة ضررا عليها وتعريضا لها للخطر. نعم. مسألة، وسواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا بذلك. النفقة تجب على الزوج مطلقة سواء كان كبيرا يعني بالغا أو كان صغيرا لم يبلغ، تجب النفقة في ماله، ووليه ولي الصغير يقوم مقامه في الإنفاق على الزوجة كسائر الحقوق التي عليه يقوم بها وليه. نعم. مسألة، إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم نفسها إليه أو لم تطع فيما يجب له عليها أو ساقط بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. هذه مسقطات النفقة، اسقطات النفقة عن الزوج. أولاً إذا كانت صغيرة مثلها لا يستمتع به، صغيرة جدا، هذه ليس لها نفقة. ثانياً إذا كانت كبيرة ولكن لم تسلم نفسها، أبت أن تسلم نفسها للزوج، ليس لها نفقة لأنها ناشز والناشز ليس لها نفقة. ثالثاً إذا سافرت لحاجتها هي فليس لها نفقة ولو أذن لها، لأنها سافرت لحاجتها، ف
فليس لها نفقة ما دامت مسافرة ولو كان قد أذن لها بذلك، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والمسافرة لا يمكنه أن يستمتع بها. نعم. لأن النفقة تجب يمكن في بدء استمتاع والجودة أشبه بذلك من تسليم المبيع ويؤتمن. نعم. ويؤتمن أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه بأشبه بأشبه ما لو سافرت بأمره في حاجتها، لكن ولو أذن لها، لأن سافرت لحاجتها هي، وهذا يمنع استمتاعه بها، والنفقة إنما هي في مقابل الاستمتاع، فكيف نلزمه بالنفقة وهو لم يتمكن من الاستمتاع بزوجته سافرة لحاجتها هي؟ نعم. نعم. أما المبيت فإنها لها ليلة واحدة من 4 ليالي، سواء كان عنده زوجات أخرى أو ليس عنده زوجات، ما لها إلا ليلة من 4 ليالي، فيبيت عندها ليلة و3 ليالي يتصرف فيها، حتى ولو كان ما عنده زوجات إن بات عندها كل ليلة هذا شيء طيب، زيادة خير. أما الإلزام فإنه ما يلزم إلا بليلة واحدة من 4 ليالي. نعم. نعم. أما الجماع، الجماع فيجب عليه في كل 4 أشهر مرة، هذا الواجب، ما يلزم بأكثر من ذلك، وما زاد ما زاد فكيف، لو كل ليلة أو كل يوم كيف، لا، لكن المهم الإلزام، الإلزام كل 4 أشهر مرة، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، إذا حلف أن لا يطأ زوجته فإنه يمهل إلى 4 أشهر، فإن رجع وطأها وكفر عن يمينه، وإلا فإنه يوقف، فإما أن يطأ وإما أن يطلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم بعد 4. فدل على أنه لا يجوز تجاوز 4 أشهر بدون جماع، لأن هذا يعرض المرأة للفتنة والخطر، هذا هو الحد الأدنى والواجب، أما ما زاد على ذلك فهذا راجع إليه هو. نعم. يكون في كل 4 أشهر ويفسخ النكاح لتركه، إذا مضت 4 أشهر ولم يجامع فإن القاضي يوقفه بطلبها، فإما أن يجامع ويكفر عن يمينه فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإما أن يطلق، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يجامع فإن الحاكم يطلقها عليه، لأنه يقوم مقام الممتنع، فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. أما أن تبقى بدون جماع أكثر من 4 أشهر فهذا ضرر عليها. نعم. وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات،
إذا كان هذا يجب على المولي وهو الحالف فغيره من باب أولى، الذي تركها من غير حلف من باب أولى. نعم. إذ ما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة. نعم. فإن كان له عذر من سفر أو مرض صبرت من أجله حتى يبقى للعذر، كما لو طرف المدة وهو حائض. فإن كان له عذر من سفر أو مرض صبرت من أجله حتى يبقى للعذر، كما لو طرف المدة وهو حائض يصبر حتى ترفع. إن كان امتناعه من الجماع أكثر من 4 أشهر لمرض منعه من ذلك فهو معذور، يصبر حتى يزول العذر. كما أنها هي لو كانت حائضا وجب عليه هو أن يصبر حتى يزول عذر الحيض، وكذلك هي إذا كان الزوج مريض ولا يستطيع الجماع فإنها ليس لها عليه حق حتى يزول العذر. نعم. إنما الكلام في الذي يمتنع من الجماع وهو قادر عليه. نعم. مسألة: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعته للحاكم فأنكر الإناث أو مضت 4 أشهر فالقول قوله، لأن الأصل معه، وكذلك لعل إصابة وهي طيب لأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه. نعم. ولا يعرف إلا من جهته، ولأن الأصل بقاء النكاح فهو يدعي ما يفيد والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه، فكان القول قوله وما لو ادعى الوقت في العنة. وعليه اليمين لأن ما تدعيه المرأة يحتمل، ووجب نفيه باليمين، وعنه لا يلزمه يمين لأنه لا يقضى فيه بالدخول اختاره أبو بكر. نعم. عيدها. مسألة: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فترخصت 4 أشهر ثم رافعته للحاكم فأنكر الإيلاء أو مضت 4 أشهر القول قوله، لأن الأصل معه، وكذلك ادعى الإصابة وهي طيب لأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من جهته. يعني إذا ادعت انه ما يجامعها وهو يدعي انه يجامعها فما الذي يثبت هذا؟ ان كانت بكرا تعرض على النساء، فاذا قررنا بقاء بكارتها فان القول قوله، وان كانت سيبا فان القول قوله هو، لانه لا دليل معها يثبت انه لم يجامعها. السيب ما يدرى، فالقول قوله هو، إذا قال أنه يجامعها فالقول قوله، الأصل معه. نعم. ولأن الأصل بقاء النكاح فهو يدعي ما يفيد والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه. نعم. فكان القول قوله كما لو ادعى المرأة في العنة. عنة. في العنة. وعليه اليمين لأن ما تدعيه المرأة يحتمل يجب فوجب نفيه باليمين. وعنه لا يلزمه اليمين لأنه لا يقضى فيه بالنحول اختاره أبو بكر. نعم. مسألة: وإن أخف بذلك يعني أخف بالإيلاء وأنه لم يصبها أمر بالبيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفيد أمر بالطلاق، ثم قال ذلك بقوله سبحانه: فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن طلقها حيث فهي ربعية لأنها خلقة بغير عوض فأشبه غير مولي، وعنه أنها خلقة بائنة لأنها خلقة بدفع الضرر فأشبه خلقة العنة. نعم. المولي عرفنا وهو الذي يحلف على ترك وطئ زوجته، فهذا يمهل إلى 4 أشهر، فإن كفر عن يمينه وجامع الحمد لله حصل المقصود، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق تمت 4 ولم يجامع وأبى فإن الحاكم يستدعيه ويقول له إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق طلق عليه الحاكم
طيب إذا طلق هل هو طلاق رجعي ولا طلاق بائن بينونة صغرى؟ طلق طلقة واحدة، هل هذه الطلقة الواحدة تبينها بينونة صغرى فلا يحل له مراجعتها إلا بعقد جديد برضاها، أو أنها طلقة رجعية له أن يراجعها؟ الراجح والله أعلم أنها طلقة بائنة، لأنها إنما أوقعت عليه لأجل إزالة الضرر عن الزوجة، فإذا راجعها عاديا عاد الضرر على الزوجة، فبائن بينونة صغرى. البينونة الصغرى هي التي تكون لا يشترط لها وجود زوج آخر، أن تنكح زوجا آخر. بينونها الكبرى إذا استوفى الثلاث، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. هذه البينونة الكبرى. أما البينونة الصغرى فهي التي تحل له بعقد جديد برضاها، مثل هذه الحالة. نعم. مسألة: وإن لم يطلق وإلا طلق الحاكم عليه، لأن ما دخله النيابة وتعين مستحقه وتعين من هو عليه وامتنع منه، قام الحاكم وقامه فيه قضاء، قام الحاكم وقامه فيه فقضاء الدين، وهذا إذا قضته المرأة لأن الحق لها فأشكلت صاحب الدين. وعنه أن المطلق حبس وغلق عليه حتى يطلق، ولا يقوم الحاكم مقامه في الطلاق، والأمر أصح لما سبق. نعم. إذا أبى أن يرجع وأبى أن يكفر عن يمينه وأبى أن يطلق هو، فإن المرأة تبقى في ضرر، يتدخل الحاكم فيطلقها نيابة عنه، كما أن الحاكم يتدخل إذا على المماطل بالدين، إذا كان إنسان غني عليه دين وأبى أن يسدد ديونه وهو عنده أموال، الحاكم يتدخل ويأخذ من أمواله ويسدد للغرماء، وإن احتاج إلى بيع يبيع الحاكم ويسدد للغرماء إزالة للضرر عنهم. كذلك المرأة هنا إذا أبى أن يرجع ويكفر عن يمينه ويجامع وأبى أن يطلقها، فلا بد من تدخل الحاكم فيطلقها الحاكم نيابة عنه، كما أنه يسدد الديون للغرماء نيابة عنه إزالة للضرر عن الجميع. نعم. فإذا طلق عليه الحاكم طلقته كلها هي رجعية، تراجع أو تركها حتى بالت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الديناء، وقف لها تنحر صفاته. نعم. يعني إن كان بين الطلاق الرحيم، وإن عذر الطلاق فطلق كان الحكم كما سبق. مسألة: ومن عجز عن الثنية عند طلبها بجف أو شلل فقيلته بلسانه، وهي أن يقول: لو قدرت لجامعتها. يعني إذا عجز عن الفيئة بالفعل، لأنه معذور بعد الأربعة أشهر، معذور، هو مريض ولا له عارض يمنعه من الجماع، يكفي أنه يفي بلسانه، يقول: إن شاء الله، إنما إن الله عافان وزال المحذور، أرجع إلى زوجتي. تكفي الفيئة باللسان، تكفي عن الفيئة بالفعل لوجود المانع ووجود العذر، وهذا التزام منه، التزم هو. نعم. وإن كان عذره بمرض أو إحرام أو حبس ففيئته أن يقول: متى قدرت جامعتها. نعم. ويوقف حتى يزول عذره. ينظر، يعني ينظر حتى يزول عذره، فإن صدق ووفى بما وعد حصل المقصود، وإن استمر فالحاكم يتدخل. نعم.
لأن القصد بالبيعة ترك ما قصد إليه من الإغراق، وقد راك قصد الإغراق بما أتى به من الاعتذار. نعم. وقول قوله عن عمر يقول مقام الفعل القادر بدليل إشهاد الشفيع على طالب الشفعة عند العبد من طلبها، فإنه يقول مقام قائلها في الحقوق لإثباتها. نعم. لماذا تحمل إلى هنا؟ لأنه داخل في العشرة، داخل في العشرة، لأن الإله يعارض العشرة. نعم. الإله يعارض العشرة، فلذلك جاء به هنا ويتكلم عن العشرة والإله يعارضها، فجاء بالإله هنا للمناسبة. نعم. باب القسم والنشوز. قسم. باب القسم والنشوز. يكفي. نعم. نعم. لا صورة. عقد جديد، عقد جديد إذا أرادها بعقد جديد برضاها. نعم. فضيلة الشيخ، هل المراد بالمبيت في الفراش مع الزوجة أم يكفي أن يبيت معها في البيت دون الفراش؟ المقصود أنه يوجد في البيت، يوجد في البيت عندها، الأول مقصود بالمبيت، فإن بات معها في الفراش هذا أحسن ما في شك. هب لازم أن الإنسان يبيت معها في الفراش، المقصود أنه يوجد عندها، لأن المقصود وجود السكن والأنس بوجود الزوج في البيت، فإن حصل فراش هذا أكمل، حصل فراش فهذا أكمل، وإن لم يحصل فراش فوجوده في البيت يكفي، يكفي الأنس وإزالة الوحشة عنها. نعم. ما هو المقصود بالمبيت أنه لازم يجامع؟ لا، ما هو بلازم. مقصود بالمبيت أنه يؤنسها ويكون عندها ويزيل الوحشة عنها، هذا هو المقصود. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من بدعة النساء؟ جبر. الحكمة في متعة المطلقة الجبر، جبر نفسها، لأن الطلاق صعب على النساء، فمن باب المواساة والجبر تعطى شيئا من المال يجبر خاطرها، لأن هذه مصيبة، الطلاق مصيبة على المرأة. نعم. فالشارع الحكيم جعل لها المتعة من أجل جبر هذه المصيبة ومواساتها، ولأن هذا من الإحسان بين الزوجين. نعم. إذا كان الرجل مسافراً أكثر من 4 أشهر كسنة أو أكثر لعمل أو دراسة، فهل يلزمه العودة كل 4 أشهر علماً أن هذا فيه مشقة؟ إذا كان يتمكن من العودة يلزمها العودة كل 4 أشهر إذا طالبت، إن كان رضيت واسكتت ما يخالف لو يأخذ 10 سنين، الحق لها هي. أما إذا طالبت فإنه يجب عليه أن يسافر كل 4 أشهر مع الإمكان. نعم. فضيلة الشيخ، الزوج الفقير وتحته امرأة غنية، من أين له نفقة متوسطة وهو فقير؟ الشبيبة دامت أنه فقير وهي غنية، إن سمحت هي في البقاء معه ورضيت بما يعطيها الحمد لله، وإن لم تسمح شتاء وصيف حتى وإن لم يبلغ، وإن لم يبلغ يلزم كسوة الشتاء، وإن كانت كسوة الشتاء باقية عندها، كل شتاء يلزمه لها كسوة، ولو كانت كسوة شتاء العام الماضي باقية، وكذلك الصيف يلزمه ولو كانت كسوة الصيف الماضي باقية، هذا حق لها. نعم. فضيلة الشيخ، المنكوب هو مقطوع الذكر كما عرفه المصنف. نعم.
المجهول هو مقطوع الذكاء كما عرفه المصنف فهو لا يقدر على الجماع، فكيف يقبل قول المجهول كما ذكر المصنف عند الأجزاء الحية عند مرض الزوجة بقوله لو قدرتم جامعتها؟ يمكن يجامعه مجبوب، يمكن يجامعه مجبوب، شيء معروف، يمكن يحصل منه جماع وإنزال وله مجبوب بالمحاكة والمقاربة. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بقول المصنف وما لا يجبر على غير الحالق لا يجبر على الحالق على تركه في سائر المباحات؟ نعم. ما المقصود بقول المؤلف وما لا يجبر على غير الحالق لا يجبر على الحالق على تركه كسائر المباحات؟ نادي، ما العبارة هذه؟ وين فيه؟ عند عدم الحلف على الإله. هات العبارة. مسألة وله عليها إصابتها في كل أربعة أشهر مرة، لأن الوضع يجب على غير المولي في كل أربعة أشهر ويفسخ النكاح في تركه. وما لا يجب على غير الحالق لا يجب على الحالق على تركه كسائر المباحات. عن الجماع قصده الجماع. الجماع يجب على الحالف مع أنه حالف، يجب عليه أنه يجامع ويكفر عن يمينه. فإذا كان لا يجب على الحالف لعذر، لوجود العذر، فغير الحالف من باب أولى. نعم، إذا كان هناك عذر يمنعه من الجماع فإنه لا يجب عليه ولو لم يحلف. ما لا يجب على الحلف لا يجب على غير الحالف. نعم. فضيلة الشيخ، المقصود الجماع. نعم. ما رأى فضيلتكم في الزواج بنية الطلاق، هل يصح أم لا؟ هذه مسألة ذكرها صاحب المغني، ذكر أن الأكثر يرون الجواز لأن العقد مستوفي للشروط وليس فيه شرط توقيت، وإنما العقد مستوفي للشروط ولا فيه توقيت، فيبنى على ظاهر العقد. أما نية العاقد هذه بينه وبين الله، نحن نتكلم عن العقد الظاهر، أما ما في النية فهذا لا يعلمه إلا الله، فكيف نبطل العقد؟ كيف نبطل العقد للنية التي في قلب الزوج؟ عقد متكامل بولي وشهود وإيجاب وقبول ورضا متكامل، فكيف نبطله لمجرد نية في قلب الزوج؟ هذا قول الجمهور. وطائفة من أهل العلم يسيرة قالوا بالبطلان، قالوا بالبطلان، لأن نية التوقيت كالتصريح بالتوقيت، نية التوقيت كالتصريح بالتوقيت، ولكن هذا القول في الواقع مرجوح ما في شك. نعم، القول الجمهور هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، جماعتان كل جماعة تصلي في مكان وهم في مبنى واحد هل تصح الصلاة؟ نعم. جماعتان كل جماعة تصلي في مكان وهم في مبنى واحد هل تصح صلاتهم؟ حسب الحاجة، إذا كان ما يمكن اجتماعهم في دور واحد يصلون جميع، اقتضت الحاجة والضرورة أنهم ينقسمون كل يصلي في دور، ما في مانع، لأن هذه ضرورة. أما إذا كان أن المكان واسع ويمكن اجتماعهم في دور واحد أو في مكان واحد فلا يجوز التفرق تعدد الجماعات. نعم. فضيلة الشيخ، هل أصلي على فراش لا أعلم أن هو نظيف أو لا؟ الأصل الطهارة، الحمد لله، الأصل في الأرض والفرش الأصل الطهارة، إلا إذا علمت نجاسة هذا الفراش أو نجاسة هذه الأرض، وإلا فالأصل الطهارة والحمد لله. نعم. لو كان ما يباشره لو في بصاب صلي عليه وضع سجادة وما يباشره النجاسة
قصدك إذا علم النجاسة وفرش عليها لا بس، إذا فرش عليها طاهر وصلى عليها ما في بس. يعني أرض نجسة ولا فراش نجس وفرش عليه شيء طاهر صلى عليه ما في مانع، لأن الذي يليه طاهر. نعم. فضيلة الشيخ، الفقهاء يقولون إذا طين أرض نجسة، إذا طين أرض نجسة أو فرشها كره وصحت صحت الصلاة وكره هذا الفعل، يقولون لأنه يصير وإن لم يباشر النجاسة إلا أنه يعطى عليها ويعتمد عليها في صلاته ويتحته، لكن هذا فيه نظر يعني. نعم. فضيلة الشيخ، الصلاة على الميت مدروع ثيب إيه؟ لا أعلم أنه يسقى في مياه المجاري. مثل ما قلنا، إذا كنت تعلم أنه مسقي بنجاسة لا تصلي عليه، ما يجوز. إذا كنت ما تعلم فالأصل الطهارة، الحمد لله. سيل وغيره الأصل الطهارة، ما لم تعلم وجود النجاسة. إذا أخذتها الأصل تستريح في كثير من الأمور. نعم. وإذا الشيخ، ما حكم تزوج الزانية بعد ذكر بعض المراجع؟ الزانية لا يجوز أن تتزوج إلا بعد أن تتوب وتنتهي عدتها، بشرطين: أن تتوب من الزنا توبة صحيحة، وأن تنتهي عدتها لئلا يكون فيها حمل. فإذا توفر الشرطان جاز نكاحها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت الزوجة تمتنع عن الجماع لأجل أنها تعبان، وذلك بعض أيام والزوج يرعى في جماعها، لا، إذا كان إنها معذورة للمرض هذا فيه ضرر عليها، ليس له أن يلزمها بل يصبر، كما أن هي تصبر لو مرض هو وامتنع من جماعها أكثر من 4 أشهر. قلنا اصبري، هذا معذور، شكوى إلى الله، عليك الصبر. كذلك العكس، إذا كانت هي مريضة ولا تتحمل الجماع فإنه يصبر، هذا من العشرة بالمعروف، كل واحد يلاحظ حال الثاني ولا يكلفه ما يشق ما يشق عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما شخص لديه تعويض من الدولة فقالت المدة ولم يستلم التعويض، فجاء رجل فقال له أشتريه منك ولكن بنصف المبلغ، ثم حكم أن هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز، ما يجوز بيع الديون التي في ذمم الناس لا ولي الأمر ولا غيره، لا يجوز بيعها حتى يقبضها أو يستلمها، فيصبر إلى أن يسدد له، يصبر إلى أن يسدد له. وإن كان لهذا الشخص دين عليه وحاله على ماله عند الدولة باب الحوالة فلا بأس، واحد له عليك دين حولته على مالك عند الدولة حوالة لا بأس، أما أنك تقول تعالى بيع عليك حقي الذي عند الدولة، النقود التي عند الدولة أبيعها عليك بفلوس حاضرة أقل منها، هذا ربا ما يجوز، ربا فضل وربا نسيئة كله. تقول تعالى بيع عليك دراهمي اللي عند الدولة بدراهم أقل منها، سلمني إياها الآن وأنت تروح للدولة متى ما سلمك ولك الزيادة، هذا ربا صريح لا يجوز. نعم. إذا كان الشيخ عند الدولة ويقول له ضعف ومعجل لك، نعم، وإذا كان يعني يريد أن يستلمها لكن بأقل يتنازل عن بعضها، هذا هو تنازل، يبيع الدراهم الغائبة بدراهم الحاضرة أقل منها، هذا الربا. نعم. أو قصدك لو أن الدولة قالت له، الدولة قالت له تنازل عن الزيادة ونعطيك، ها؟ نعطيك، تنازل عن الثلث ونعطيك، يعني اتفق هو والمدين، اتفق الدائن والمدين، اتفقوا على أن المدين يعجل الدين له ولكن يخفض، الدائن يخفض، هذه مسألة ضع وتعجل، فيها خلاف بين العلماء، ضع وتعجل فيها خلاف
بين العلماء والنفس لا تطمئن إليه. نعم. فضيلة الشيخ، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه التمرة في رجب. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بشيء من العبادات، لا بقيام ليل ولا بصيام ولا بعمرة، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما شهر رجب كغيره من الشهور، من كان له عادة يصوم في غيره من الشهور يصوم فيه مثل ما يصوم في غيره، الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، من كان له عادة أنه يقوم من الليل في سائر السنة فشهر رجب كغيره، يقوم فيه كما يقوم في غيره من الشهور. أما أنه يخص شهر رجب بشيء من العبادات لم يكن يفعله في غيره فهذا بدعة، وما شهر رجب إلا كغيره من الشهور. ومن أعظم البدع في شهر رجب تخصيص ليلة 27 بالحفل اللي يسمونها الحفل بالإسراء والمعراج، يزعمون أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج يجعلون حفل، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولم يثبت أن الإسراء والمعراج حصل في ليلة 27 من رجب، ما ثبت هذا. وحتى لو ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الحفل ولم يخص ليلة 27 بشيء، فهذا بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك الذبائح في رجب يسمونها العتيرة والعقيرة، هذه من أمور الجاهلية، كانوا في الجاهلية يذبحون في شهر رجب يسمونه العقيرة، هذه بدعة وهي من عمل الجاهلية. الحاصل أن شهر رجب لا يخصص بشيء في جميع أيامه ولياليه، وإنما يعمل فيه كما يعمل في غيره. نعم. قضية الشيخ، هل يجوز مدح كتاب الله تعالى بقول الشاعر وخير الجليس سالما حديثه وسرجاله يزداد فيه تجاوبا؟ لا، ما هو هذا، يعني هذا من باب المدح لكتاب الله، وأن اللي يقرأه ما يمل، كالذي جالس الرجل الصالح والرجل الطيب، ما في شيء هذا إن شاء الله. نعم. قضية الشيخ، عند الوضوء هل الدخان بالوازلين؟ نعم. عند الوضوء هل الدخان بالوازلين يحول دون وصول الماء البشرة؟ الدهان بالوازلين أو بالكريم أو بالزيت لا، ما يضر الدهان، ما يضر ولا يمنع وصول الماء إلى البشر، يجري على البشرة ولا يمنع، لأنه ليس له جرم، ليس له جرم متجمد يمنع الماء. نعم. فضيلة الشيخ، ورد في بعض الأدعية الاستعاذة من المأكل والمرض، نعم، ورد في بعض الأدعية الاستعاذة من المأكل والمرض، الماثم كل ما يؤثم من المعاصي، الماثم كل ما يؤثم من المعاصي، والمغرم مراد به الخسارة، من الغرمة والخسارة، إن الإنسان يخسر دينه ودنياه. نعم، المغرم الخسارة في الدين والدنيا، والماثم الإثم المعاصي. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شاب ينفذ مني دائما بعد قرار حاجة شيء لونه بني على الملابس الداخلية، وبعض الأحيان بقاع صغيرة من الدم، هل يمكن أن أصلي بهذه الحالة وهذه في ملابسي؟ لا، تغسل، لازم تغسل، هذا الخارج نجس، الخارج من الذكر ومن الفرج نجس، فتغسل ما أصابه ولا تصلي فيه إلا بعد الغسل إذا تأكدت هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل في مال النقيل أو أي شيء له ثمر قد سمد تراث البهائم؟ أرض البهائم طاهر، سماد الإبل والبقر والغنم وما يوكل لحمه طاهر،
لا بأس بذلك. أما ما سمد بالنجس كالعذرة ورجيع الحمير والشالة ما سمد بالنجاسات هذا هو محل الخلاف، محل الخلاف. المذهب أنه لا يؤكل لأنه مغذى بالنجس، والقول الثاني أنه يؤكل لأنه استحال، لأن النجاسة استحالت ولم تبقى، والشيء يطهر يقولون يطهر بالاستحالة، هذا على القول الثاني. لكن المذهب لا، أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فلا يؤكل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وهي البقرة أو الشاة اللي تأكل العذرة، إذا ذبحت لا يؤكل لحمها مباشرة حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام حتى تزول النجاسة. أما لو ذبحت في الحال والنجاسة فيها وفي معدتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وعن ألبانها، ما يشرب لبنها حتى تحبس وتطعم الطاهر. الحاصل أن ما سمد بالنجس يتوقف عنه، وأما ما سمد بالطاهر من رجيع الحيوانات المأكولة فهذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من خشوع؟ يقولون النجس خشوع، إن الإنسان ما يروح طرفه يمتد طرفه إلى أمامه أو إلى جهات، فإذا نظر إلى أصبعه فقط في حالة الجلوس فهذا يحصر ذهنه، يحصر ذهنه. كذلك في حال القيام ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا يحصر ذهنه ولا يتشوش. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله كثير من المصلين من السلام على بعض الجماعة ورفع صوته بذلك بعد الصلاة مما يترتب على ذلك من فقر الأذكار والتشاغل بذلك؟ اعتياد هذا الشيء لا أصل له، اعتياد هذا الشيء وهو المصافحة بعد الفريضة لا أصل له، فالواجب تركه والاشتغال بذكر الله عز وجل. أما إذا فعله الإنسان بعض الأحيان لأنه لم يرى هذا الشخص إلا في هذه اللحظة فلا بأس، هذا سلام عند اللقاء لا بأس. طيب، سلام عند اللقاء لأنك ما رأيته إلا في هذه اللحظة، فأنت تسلم عليه عند لقائك به بعد الصلاة لا بأس بذلك. أما اعتياد هذا الشيء ولو أنك شايفه قبل الصلاة وداخل أنت وياه ومسلم عليه قبل الصلاة وتسلم عليه ثانية بعد السلام، هذا بدعة لا أصل له. نعم. باللسان؟ لا باللسان ولا بالمصافحة، هذا إنما يفعل للحاجة إذا ما لقيته إلا في هذه اللحظة. نعم. وإلى الشيخ، ما أقول في بيت الفطر من ذلك يوسع على الآن، وأن إذا سمح الناس فيه يكون بدعة؟ لا، ليس بدعة، بل هو مطلوب إنهم يعملون طعام ويأكلون إظهاراً للفطر، إظهاراً للفطر وفرحاً بالعيد، فلا بأس إنهم يذبحون ويأكلون أو يشرون لحم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم دخول الطبيب على المرأة بدون محرم؟ لا يجوز لا للطبيب ولا لغيره أن يدخل على امرأة لا تحل له إلا بمحرم أو وجود من تزول به الخلوة من امرأة ثانية عندها المهم أنه ما يخلو وإياها وحدهما في مكان، ولو كان طبيبا ولو كانت هي مريضة لا يجوز هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمل وهو قريب الزوج؟ قال: الحمل موت، يعني خطره أشد. الحاصل أنه ما يجوز لا للطبيب ولا لغيره أن يخلو بامرأة.
لا تحل له باسم العلاج أو نحو ذلك، لا الطبيب الفني ولا المتطبب اللي المشعوذ اللي يقول أنا أعالج من الجن وأعالج من السحر لأن هذه بعد مصيبة الآن، في ناس مشعوذين ومحتالين لأكل الأموال، أموال الناس، يزعمون أنهم يعالجون الجن ويعالجون السحر ويعالجون الأمراض، وتدخل عليهم المرأة، تدخل على الواحد منهم ويلمسها وكأنها زوجته، حجة أن الجني بالموضع، الجني بصدرها ولا الجني ثدييها ولا ربما يكون الجني موضع آخر بعد، هذا حرام لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عما بين نعمة ربك فحدث وتزكية النفس؟ أما بنعمة ربك فحدث هذا من باب الشكر، من باب الشكر، وأما تزكية النفس هذا من باب الافتخار والإعجاب بالنفس، فالمدار على النية والقصد، فإذا كان قصده بذلك شكر الله عز وجل، تحدث بنعم الله عليه من أجل أن يستشعر بالشكر فهذا طيب، أما إذا كان أنه يمدح نفسه من أجل التزكية والافتخار والإعجاب فهذا لا يجوز. الله جل وعلا نهى عن تزكية النفس، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وفي آية أخرى أثنى على تزكية النفس، قال سبحانه قد أفلح من زكاها، يعني نفسه. تزكية النفس بمعنى إلزامها بطاعة الله هذا طيب، أما تزكية النفس بمعنى مدحها والإعجاب بها فهذا لا يجوز. هذا الفصل بين التزكيتين. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني زكاة النفوس بطاعة الله والاستقامة على دينه، تزكية النفوس بمعنى إلزامها بطاعة الله وتجنيبها المآثم والمعاصي، قد أفلح من زكاها. أما تزكية النفس بمعنى المدح، مدح النفس والإعجاب بها فهذا حرام ولا يجوز. وأما بنعمة ربك فحدث هذا من باب الشكر، والشكر له ثلاثة أركان، شكر له ثلاثة أركان، ركن الأول التحدث بها باللسان ظاهرا، الركن الثاني الاعتراف بها في القلب واعتقاد أنها من الله سبحانه وتعالى، الركن الثالث صرفها في طاعة الله، صرفها في طاعة الله، هذه أركان الشكر الذي إذا توفرت تم الشكر، وإذا نقص منها شيء نقص الشكر. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو التفصيل في قول القائل بجاه الرسول لا يجوز التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بجاه الأولياء والصالحين، توسل بالجاه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، لا يجوز التوسل بالجاه لا بجاه النبي ولا بجاه غيره من الخلق لأنه وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وأما حديث توسلوا بجاهي هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أصل. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأقلام والكتابات المغنية بما يتهاب محرم على الرجال؟ نعم، يحرم على الرجال استعمال الأقلام المذهبة والكبكات الأزرار المذهبة ولبس الساعة المذهبة، كل هذا لا يجوز للرجال لأن التحلي بالذهب إنما هو للنساء، أما الرجال فلا يجوز لهم، وإنما رخص للرجل من الذهب ما دعت الضرورة إليه، كالأنف إذا قطع أنفه واتخذ أنفا من الذهب، أو أسنانه أصلحها بالذهب لبسها بشيء من الذهب من أجل أن تتماسك فلا بأس بذلك للضرورة،
لأن الذهب لا يصدى بخلاف غيره، إذا وضع في الفم يصدى، الفضة تصدى في الفم، وغيرها من المواد كلها تصدى ويصير لها رائحة كريهة. أما الذهب فإنه لا يصدى ولا يكون له رائحة لو استمر سنين عديدة. فعند الضرورة يجوز للرجل ربط الأسنان بالذهب، ويجوز له اتخاذ الأنف من الذهب. أما عند غير الضرورة فلا يجوز للرجل استعمال الذهب أبدا، لا في قلمه ولا في ساعته ولا في أزراره، حرام على الرجال. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ذكر الله في المراسل بالقرب من الأعمال؟ نعم. ما حكم ذكر الله في المراسل بالقرب من الأعمال؟ إذا دخل الخلاء لا يمتنع من ذكر الله بلسانه، لا يذكر الله بلسانه، لكن بقلبه لا بأس، يذكر الله بقلبه لا بأس، أما بلسانه فيمتنع من ذكر الله حتى يخرج، إنما يذكر الله قبل الدخول، يقول بسم الله ويقدم رجله اليسرى ويدخل ويقضي حاجته، فإذا خرج يذكر الله بعد الخروج. نعم. إذا كان هناك قسمين، قسم مغاسل فقط، وقسم حمامات عليها أبواب لقضاء الحاجة، فإنما يمنع في داخل محل قضاء الحاجة، أما المغاسل المخصصة للوضوء فقط فلا مانع من ذلك. نعم. إنسان ذهب المسجد ثم قال للوضوء ثم عاد، هل عليه صلاة تحية المسجد؟ ليس عليه، إذا كان خرج لحاجة ويرجع ليس عليه تحية مسجد إذا رجع. نعم، لأن حكم المجلس في المسجد لم ينفصل، هو خرج لحاجة وسيعود فكأنه جالس في المسجد. نعم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.